بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حابين نعمل مع بعض الزيتون زي المحلات بالظبط. تمام، هنجيبوا الزيتون اهو مع بعضينا ونشوفوا ان هو نهايته تبقى ازاي كده. تمام، اول حاجة هنجيبوا عندنا الزيتون زي ما احنا شايفين كده، اي زيتون احنا حابين ان احنا نملحه. تمام، يبقى احنا عندنا اول حاجة الزيتون، احنا عايزين نملحه زي ما هو. هقول لكم على الطريقة، عايزين يبقى زي بتاع المحلات. عايزين بقى نروشه ونحط له خضار او خضروات معاه. هنشوفوا الخلطة اللي احنا هنعملها معاه. الاول حاجة بنجيب الزيتون وبنحاول ان احنا نفتحه. تمام، بصوا هو طلع الزيت ازاي بتاعه، شايفين بصوا ده بيطلع زيت فيها ازاي، ده زيت الزيتون اللي بيطلع منه. تمام، انا حبيت عشان انا هحط له خلطة الجزر ففتحته كله عشان ما يسودش. بنحط له بعد ما نغلي المية بنعصر فيها ليمونة زي ما احنا شايفين كده، حتى بنرمي القشر فيها اهو. بصوا بقى فيها زيت ازاي من الزيتون. تمام، وبعدين بنحطه معلقة ايه ملح. تمام، يبقى احنا وبنغير عليها كل يوم، نغلي مية ونحط فيها ليمونة ومعلقة ملح ونرقد فيها الايه الزيتون. الزيتون مش هيسود لما احنا نعمل كده. تمام، ساعتها الزيتون مش هيسود لما احنا نغلي مية ونحط فيها الليمونة زي ما احنا شايفين، ونحط فيها كمان معلقة ملح. هو اساسا هو كان لونه يعني في حتت غامقه كده، يعني انا شارياه اصلا كده، بس انا هعمل ده كمان واوريه لكم. ده واحد جديد، يعني لما لقيت ان المراره نزلت انا كنت بتضايق خالص ان الزيتون لما اجي املحه انا بيبقى برضو لسه في نسبه مراره، كل الوصفات بيبقى برضو في نسبه مراره غير اللي واخدينه من بره. لكن مع الوصفه دي الحمد لله الميه السخنه بتخلي الزيتون ينزل كل المرارة بتاعته، بتعملوه زي الترمس كده، بترقدوه فيها كل يوم بالليل، تغيروا المية بس تحطوا مية سخنة وليمونة وملح معلقة ملح، فبتلاقوا ان هو بتدقوا حتة منها كده بتلاقوا ان الزيتون خلاص نزل مرارته خلص، وريحته بتبقى زيت زيتون طبيعي. بصوا عايزة اقول لكم كمان ان المية اللي بتطلع منه دي ممكن ما ترموهاش، لو انتوا حابين تستخدموها للشعر دي شبه مية زيت الزيتون، بتنعم الشعر جدا وبتفرده. تمام، فبس ساعتها ممكن ما تحطوش ملح علشان بس شعركم يبقى، بس تحطوا ليمون بس عشان ما يسودش، والليمون حلو للشعر. تمام، طيب الخلطة دي علشان نكملها او نعمله زيتون بالخلطة هنعمل ايه معاه؟ زي ما احنا شايفين كده انا جايبه لكم كزبره خضراء. تمام، يعني قد معلقه ثوم. تمام، وجزر وهي كبيره. تمام، انا حط عليها شويه شطه. ايه تاني؟ انا حط مقطع ليمون اهو علشان املحه معاهم، وبس حطه في ميه سخنه علشان ازود بيها الزيتون. تمام، ايه تاني حابين نزود بيه الزيتون؟ ممكن انا مرقده برضو اهو زي ما احنا شايفين، مرقده الفلفل، فلفل يكون طازه نقيه كده رفيع وطازه، نملحوه معاه علشان يدي شويه شطه كده في طعم الزيتون. تمام، طبعا الملح هو معانا برضو اساسي. عايزه اوريلكم ان ميه الترقيد بتاعتها بتطلع زيت زيتون او بتطلع ميه فيها زيتون، ممكن ندفيها شويه ونغسل بيها شعرنا اخر حاجه، يعني بعد ما نخلص غسيل شعرنا نشطف شعرنا بالميه اللي بتطلع منه من غير ملح. تمام، المفاجاه بقى الفظيعه اللي انا يعني حابه، انا عندي برطمانات ازاز وبرطمانات بلاستيك وكل حاجه، بس في حاجه جميله كده كان حد يعني ربنا يجازيه خير علمها لنا، ان احنا نملح في الازازة الحاجة الساقعة. تمام،
بتبقى جميلة قوي، لان هي بتبقى الحاجات ما بترتفعش لفوق. يعني انا لو ملحت الزيتون مش هيقدر يرتفع عند البق بتاع الحاجة الساقعة، فهتفضل الحاجة محتفظة بنفسها تحت، مش هتطرى، مش هتطفو لفوق، لان معظم الحاجات اللي بنملحها بتطفو لايه لفوق. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة انا هملح الزيتون واحط الجزر معاه والثوم والكزبرة الخضر، هنحطها كده اول طبقة وهوريها لكم. تمام. طيب انا حطيت اهو اول طبقة من الزيتون. تمام. بس حابة اقول لكم ان انا المية اللي انا هزود بيها كان عندي مية مخلل، اللي ما عندوش مية مخلل دي مية مخلل وفيها بنجر عشان كده لونها احمر شوية اهي زي ما احنا شايفين، وانا عصر عليها كمان ليمونة عشان الزيتون ما يسودش. اللي ما عندوش مية مخلل هيحط كوباية مية عادية. تمام. اي كوباية، وليكن مثلا كوباية زي دي، وهيحط عليها معلقة ملح، هيملى معلقة ملح كده ويحط فيها ويقلبها، ويشوف بقى هو الازازة هتاخد منه كام كوباية. تمام. وعايزة اقول لكم كمان ان انا حطيت اهو الزيتون، بس انا هحط عليه الجزر والثوم والخضرة دي اللي هي الكزبرة الخضراء دي، هحطهم في الازازة، مش هينفع احطهم بايديا، فهحط قمع. هوريلكم قمع اهو، بصوا اهو، هحط القمع واحط بيه بالمعلقة، هدخل الخضرة والحاجات دي بالمعلقة جوه الازازة. تمام. تمام اهي، بنزلها كده، بنزل كده اهو. تمام. تمام اهو شكلها. هكمل كل الازازة بالشكل ده، زيتون وهنحط عليه جزر وكزبرة خضراء وثوم في القمع، لكن الزيتون بندخله بايدينا من الفتحة لوحدها. تمام. بندخله كده، بصوا عشان بس تبقوا عارفين، بندخله الزيتون كده، بصوا الزيتون زيت ازاي، علشان احنا يعني عاملينه صح وريحته جميلة جدا، احسن كمان من اللي احنا بنشتريه. تمام. مش محتاجين حتى ان احنا نزود عليه زيت. تمام. حتى الليمون انا مقطعاه زي ما احنا شايفين كده اربع، عشان اكمل بيه بقية الازازة، عشان مش عايزة يبقى فيها فراغات خالص، يبقى اي حتة فاضية هزود منها. بعد ما خلص الزيتون هزود ليمون، وهزود في الاخر برضو فلفل. تمام. تمام. انا خلصت اهي كل الازازة زي ما احنا شايفين، بصوا من تحت اهو الزيتون مكبوس على الاخر تمام زي ما احنا شايفين كده خلصناه. هنبتدي مع بعض اهو، هحط مية المخلل اللي كانت عندي. تمام. حاملة الازازة وهعورها لكم. تمام. وده شكلها النهائي. حابة اقول لكم ان احنا لما نيجي نفتحها هنحضر البرطمان او اي حاجة هنخزن فيها الزيتون، اول ما بنفتحه هنفتحه بالراحة، لانه هيعمل زي الحاجة الساقعة، هيفور من فوق، فلازم نفتحه بالراحة ونطلع هينفكر شوية، فاحنا هنطلعه واحدة واحدة، هنطلع الفقاعات واحدة واحدة، وبعدين هنفتحه بالسكينة او بالمقص كده، ونفرغه في علبة ونحفظه في علبة بعد كده، بس مش هنفتح عليه قبل اسبوعين. وهناكل على طول من الزيتون، لان احنا بقالنا 3-4 ايام عمالين نغيره عليه بمية سخنة. عايزة اقول لكم ان انا عمالة اقول هو ازاي الزيتون اللي عند الراجل مغير لونه، وغير اللي احنا حتى لما بنعملوه بيفضل مغدر كده لو احنا مش سلقينه او مش حاطينه في مية سخنة، بنحطه في مية باردة، بنغير عليه مية باردة. فلما عملت الطريقة دي حسيت ان المرارة خالص راحت، بنعامله معاملة الترمس. تمام. ويا رب تكون تعجبكم لما تجربوها. ولو حابين ان انا اعمل لكم بقى اللي هو
ان انا اعمله ده. هي نفس الطريقة اللي هي بتاعت المحلات، اللي هي من غير خلطة، من غير ولا كرفس ولا ثوم ولا ده جزر. لو حابين ان انا اعمل لكم الزيتون سادة كده، ممكن اعمل لكم فيديو تاني. لو حابين اكتبولي في التعليقات، ويا رب تكون اعجبكم. ولو حبيتم الطريقة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.